حياكم الله مشاهدي. يتنقل الملف السوري المثقل بأكبر كارثة شهدها العصر الحديث، يتنقل بين عواصم العالم المختلفة، وكل عاصمة فيها اجتماع، وبعد كل اجتماع اتفاق، وعند كل اتفاق عبارات ملغومة تصر الأطراف الدولية على إبقائها وإطالة أمد الكارثة أكثر دون حل ينهيها. الملف السوري مرة أخرى على موعد مرتقب لاجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا، والذي سيعقد في العاصمة النمساوية فيينا في 17 من الشهر الجاري بحسب إعلان أمريكي روسي. وفي فيينا قبل أشهر اجتمع العالم أيضا ورسم خارطة طريق للحل السياسي في سوريا، لكن سرعان ما اكتشف الجميع أن خارطة الطريق كانت مفخخة ببيانات غامضة واتفاقات ضبابية أوصلت طريق جنيف إلى حائط مسدود. فهل يصحح فيينا بنسخته الجديدة أخطاء فيينا السابق؟ يقول وزير الخارجية الأمريكي إن الاجتماع سيكون لإكمال ما بدأته بلاده مع روسيا، وسيناقش كل شيء بدءا بالمدة وآلية التطبيق وانتهاءا بالعملية السياسية. في ملفنا الثاني نناقش الوضع الميداني في حلب، فأرياف المدينة مشتعلة في شمالها وجنوبها. من الشمال يحاول النظام التقدم باتجاه منطقة عنادان فيصده الثوار، وفي الجنوب تحاول الميليشيات الإيرانية استعادة خان تومان فيحولها الثوار إلى أشلاء. وفي المدينة التي دخلت تحت مظلة الهدنة قبل أيام تقصف أحياؤها اليوم من الأجواء، مع حديث عن تحركات برية إيرانية روسية باتجاهها. نناقش كل هذا في تفاصيل اليوم بعد قليل. إذن أعلنت أمريكا وروسيا أن مجموعة الدعم الدولية لسوريا ستجتمع في 17 من الشهر الجاري في فيينا لمناقشة آخر التطورات السورية وإعادة إحياء المفاوضات. وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن هدف الاجتماع هو إكمال ما بدأته بلاده مع روسيا فيما يتعلق بالمفاوضات. وأعلنت الأمم المتحدة أن محادثات جنيف ستستأنف بعد 17 من الشهر الجاري. نتوقف عند التفاصيل في تقرير محمد دغيم. يتنقل الملف السوري المثقل بأكبر كارثة شهدها العصر الحديث بين عواصم العالم المختلفة، وفي كل عاصمة اجتماع، وبعد كل اجتماع اتفاق، وعند كل اتفاق عبارات ملغومة تصر الأطراف الدولية على إبقائها وإطالة أمد الكارثة أكثر دون حل حاسم ينهيها. الملف السوري مرة أخرى على موعد مرتقب لاجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا الذي سيعقد في العاصمة النمساوية فيينا في 17 من الشهر الجاري، تعلن ذلك أمريكا وروسيا. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال إن اجتماع فيينا سيكون لإكمال ما بدأته بلاده مع روسيا فيما يخص خارطة الطريق السياسية التي رسمها المجتمع الدولي قبل أشهر من نهاية العام الماضي في فيينا. أيضا يشير كيري إلى أن الاجتماع سيناقش كل شيء بدءا بالمدة وآلية التطبيق وانتهاءا بالعملية السياسية، مع أن هذه المسائل نوقشت بالأصل وتم الاتفاق عليها قبل أشهر في اتفاق فيينا، لكن محادثات جنيف لم تعقد في موعدها المقرر أول العام، بل عقدت في النهاية وانتهت حتى الآن بثلاث جولات من المؤتمر بعد تعليق وفد الهيئة العليا للمعارضة مشاركته احتجاجا على الضبابية التي يمارسها المجتمع
المجتمع الدولي فيما يخص مصير الأسد والعملية الانتقالية، فضلا عن البنود الإنسانية التي لم تطبق كما يجب على الأرض. وموعد الجولة الجديدة من جنيف ما زال مجهولا، إلا أنه على ما يبدو مرتبط بما سيخرج عنه اجتماع فيينا المقبل. فالناطق باسم الأمم المتحدة في جنيف أحمد فوزي قال إن المفاوضات ستستأنف بعد 17 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تلقت إشارات إيجابية من موسكو وواشنطن بشأن ذلك. أستطيع أن أقول دون أدنى شك إننا نأمل بأن تستأنف الأطراف السورية المفاوضات في جنيف في 17 من أيار الحالي. لم تردنا أي شكوك حيال ذلك، بل على العكس وصلتنا إشارات إيجابية من قبل الروس والأمريكيين. الإشارات الإيجابية التي تتحدث عنها الأمم المتحدة تتناقض وأفعال الروس الدبلوماسية والعسكرية في الملف السوري، حيث ما زالت روسيا تصر على إدراج جيش الإسلام وأحرار الشام ضمن اللوائح الإرهابية، لكن الطلب لوقي بالرفض مجددا في مجلس الأمن من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وأوكرانيا. أما عسكريا فتواصل روسيا مع أمريكا صناعة هدن هشة تخرقها يوميا وترتكب تحت غطائها المجازر، وحلب مثال على ذلك بعد أن تحولت إلى هدف روسي إيراني. والتهدئة المتبعة بالمدينة بالساعات لم تجمد الطيران الروسي الذي عاود قصفه لأحيائها، فيما تشير مصادر في المعارضة أن الروس والإيرانيين يحشدون لمعركة برية في حلب. فأين الإشارات الإيجابية التي تراها الأمم المتحدة؟ أم أن ثمة متغيرات لم تظهر للعلن بعد، لا سيما بعد الاجتماعات الأوروبية العربية والضغوط التي تمارس على أمريكا لتضغط بدورها على روسيا؟ في هذا السياق يرسل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري برسائل إلى موسكو، فيقول إن لدى روسيا مصالح في سوريا، مؤكدا أهمية دفعها باتجاه التوصل إلى حل سياسي إذا أرادت تفادي ما وصفه بالمستنقع السوري. أرحب بالدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات في جامعة جورج ميشون من واشنطن، مباشرة. مساء الخير. الدكتور بسام العمدي، سفير الائتلاف في روما، من روما عبر سكايب. مساء الخير. وسينضم إلينا بعد قليل العميدة سعد الزعبي، رئيس وفد المعارضة المفاوض من الرياض. أبدأ معك الدكتور شرقاوي، إذن هكذا يتنقل الملف السوري، يعني من باريس إلى فيينا في 17 من الشهر الجاري. طبعا فيينا قبل 6 أشهر تقريبا أو أكثر شهدت ميلاد ما سمي بخارطة الطريق السورية، ولكنها بالنهاية فشلت ولم تطبق. ما الداعي للعودة لفيينا الآن؟ ما نلاحظه الآن من زخم دبلوماسي باتجاه فيينا يوم الثلاثاء المقبل يعكس مفارقتين مثيرتين. المفارقة الأولى أن كل الأزمة السورية ببعدها الإنساني وعدد القتلى وتعقيداتها المختلفة أصبحت تتوقف على ما يمكن أن تتوصل إليه المحادثات الهاتفية بين لافروف في موسكو وجون كيري سواء كان في واشنطن أو لندن أو باريس. فتم اختزال هذه الأزمة في موقفين، بغض النظر على أن مجموعة دعم سوريا، المجموعة الدولية لدعم سوريا تشمل 17 دولة، ونلاحظ غياب للأطراف الأخرى في صياغة أي تفاهم أو أي اتفاق. المفارقة الثانية أيضا وهي مثيرة، كنا في شهر 6 عام 2012 عند بدء مسلسل مفاوضات جنيف نتحدث عن مجموعة من الأهداف الكبرى، لكن هذه الأهداف ربما تم تقزيمها الآن إلى مجرد إيقاف أو إنهاء العمليات القتالية، بمعنى البحث عن حد أدنى من الهدنة. وهنا أتذكر مقابلة أجرتها قناة CNN أمس مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري،
الذي أبدى نوع من التفاؤل المشوب بالحذر من الموقف الروسي، وهو يقول إن الأزمة الآن هنا هي أزمة حروب متداخلة فيما بينها، وأن هذه مجرد كلمات على ورق. بمعنى آخر، هو نفسه وإن كان المفاوض الأمريكي المباشر مع موسكو لا يؤمن بفعالية الموقف الروسي الروسي في هذه المرحلة بالتحديد، بل أكثر من هذا هو يعتقد أن هذه فقط يعني نوع من المشاورات الأولية لعل وعسى أن تتبخر عن أو أن تسفر عن اتفاق حقيقي يوم الثلاثاء المقبل، ثم تعود الأمم المتحدة لتنقل الخطوة التالية مما يمكن التوصل إليه في يوم الثلاثاء، بمعنى أن جنيف تنتظر ولادة جديدة في فيينا، بينما كان العكس أن يكون العكس، بمعنى مؤتمر فيينا كان من المفروض أن يكمل ما لم يتم الاتفاق عليه في مسارات جنيف. نعم دكتور بسام العمادي، طبعا في هذه النقطة تحديدا يعني ما صرح به جون كيري الذي قال سنكمل في فيينا ما بدأناه مع الروس، يعني هو يتحدث عن المدة، عن آلية التطبيق، وأيضا عن انتهاء العملية السياسية. بالنهاية هذه هي مشاكل جنيف وإعاقات جنيف وما دعا جنيف للفشل وتعليقه من قبل المعارضة السورية. هل فيينا تكون هي ولادة جديدة لجنيف، يبدأ تطبيق ما قاله جون كيري من فيينا؟ مساء الخير الكريمة. يعني للأسف لا توجد مؤشرات تعطي هذه النظرة التفاؤلية في هذا الموضوع. هناك مساران، مسار سياسي ومسار عسكري. للأسف المسار العسكري هو السائد الآن، أما المسار السياسي فهو بامتياز يعني مغلق ولا تقدم فيه على الإطلاق. السبب بأن الأهداف الروسية والأهداف الإيرانية وأهداف النظام بدأت يعني تتحقق شيئا فشيئا من خلال المسار العسكري الذي لا يقابله من الطرف الآخر أي ضغط عسكري، لذلك هم يجدون لدى أنفسهم الحرية في التقدم في المسار العسكري وإهمال المسار السياسي، ولكن يلعبون اللعبة الدبلوماسية السياسية ويقولون أنهم يفاوضون ولا ينسحبون من جنيف، ولكنهم يقومون بمناورة دبلوماسية كي لا يكونوا أمام المجتمع الدولي مذنبين في موضوع الانسحاب أو عدم التفاوض. لذلك الشيء الأساسي الذي يجري الآن هو تحقيق تقدم على الأرض من خلال القوى العسكرية من هذا الطرف، الطرف النظام والإيرانيين والروس، ولكن للأسف من الجهة الأخرى لا يوجد من يدعم الثوار سواء في الذخيرة أو سواء في الأسلحة التي هي قادرة على صد هذه الهجمات. ولذلك المسار العسكري من ناحية الثوار ليس لديهم قدرة على السير فيه بشكل صحيح، كل ما لديهم هي القدرة على المقاومة. أما في المسار السياسي للأسف يعني تم تعليق المفاوضات، لذلك أيضا هذا الطريق مغلق، وسنرى ماذا سيجري في فيينا. يعني أنا في رأيي فيينا هي يعني نوع من حفظ ماء الوجه للأمريكان بأن هناك مسار سياسي يمشون فيه، ولكن في الحقيقة هم يعلمون تماما بأنهم إذا لم يكشروا عن أنيابهم يعني بمعنى آخر استعمال الضغط العسكري فلن يكون هناك أي تقدم في فيينا. أعود إليك دكتور شرقاوي، طبعا أكمل في نفس هذه الفكرة. طبعا جون كيري قال سنستكمل مع الروس ما بدأناه، يعني ماذا سيستكمل بعد فشل جنيف؟ والنقاط التي تحدث عنها ستطرح في فيينا هي نفس مشاكل جنيف، يعني أنت قلت ربما يكون لجنيف ولادة جديدة في فيينا، هذا يعني أن برأيك ثمة متغيرات لم تظهر للعنان، لم يظهروها حتى الآن؟ للأسف رغم التعامل مع الأزمة السورية منذ 5 سنوات نشهد وزير الخارجية الأمريكي وكأنه
يقبل الأمر الواقع ويصرح بعبارات واضحة أنه لم يمكن تحقيق أي خطوة إلى الأمام دون الدور الروسي في سوريا، وهو الآن يؤمن بأن هناك إمكانية لأن تضغط موسكو على نظام الأسد لتفادي إصابة أو قتل المدنيين، بمعنى تقزيم دائرة الصراع الدموي واستخدام هذه الأسلحة. فأعتقد هذا تراجع قوي بالنظر إلى أن الرأي العام السوري والرأي العام العالمي ينظر إلى الدور المرتقب أو الدور المعنوي الذي كان من المفترض أن تقوم به الولايات المتحدة بموازاة الموقف الروسي الذي دخل على الخط منذ شهر سبتمبر الماضي. من ناحية أخرى، هناك شقان في المعادلة الأمريكية أو القراءة الأمريكية للموقف الروسي. هناك الأزمة السياسية والقتال داخل سوريا، وهناك أيضا الشق الأمني وهو المتعلق بداعش، وواشنطن حريصة على الدور الروسي في الشق الثاني ربما أكثر من الشق الأول. الجديد الآن هو أنه يبدو، وهذا ربما التفاؤل الوحيد، أن كيري يعتقد أن بوتين ولافروف هذه المرة سيضعان المزيد من الضغط على الحكومة السورية لتقليل عدد القتلى أو لاستبعاد المدنيين من دوامة إراقة الدماء. هذا من جهة. من ناحية أخرى، هناك مؤشر إيجابي جديد الآن. أعتقد أن موسكو من جهة وواشنطن من جهة أخرى ستمارسان بعض الضغط الإضافي على أطراف الأزمة حتى يقبلوا بالتفاوض المباشر هذه المرة، وحتى تكون هناك عملية مشاركة فعلية وليست فقط مناورات إعلامية أو مناورات دبلوماسية أمام كاميرات الرأي العام. من ناحية أخرى، هم يعتقدان أن هناك مرحلة مرت ديمستورا تعثر فيها كثيرا، وزيارته الأخيرة لموسكو ربما الآن ستعطي بعض الأمل الجديد في أنه يعود من بعد 17 من هذا الشهر لإيجاد زخم آخر ولجلب الأطراف إلى معترك دبلوماسي فعال أكثر فقط من تسجيل نقاط أو مواقف. ينضم إلينا العميد أسعد الزعبي، رئيس وفد المعارضة المفاوض، مباشرة من الرياض. مساء الخير سيادة العميد. إذن العودة إلى فيينا من جديد في 17 من الشهر القادم، طبعا الجاري عفوا، ممثل الأمم المتحدة يتحدث عن تحديد موعد لجنيف بعد هذا التاريخ، بعد تاريخ فيينا. الأمم المتحدة تتحدث عن مؤشرات إيجابية، وكأنه بالفعل يعني فيينا يحدد مصير جنيف القادم، خاصة بالنظر إلى تصريحات جون كيري. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني اسمحي لي أتحدث بلغة الأمر الواقع وبدون مجاملة. لا أحب اللغة الدبلوماسية، أراها أن لا تخلو من النفاق والمجاملة، ولا أحب اللغة السياسية لأنها لا تخلو من الكذب. سنتحدث بأمر الواقع. الأمر الواقع أن هذا هو الاجتماع الثاني، يعني الاجتماع الذي كان في فيينا السابق الذي تحدث عن ضرورة إيصال مساعدات أو فك حصار أو إطلاق سراح معتقلين. أعتقد أنه قد مضى أكثر من 3 شهور على الاجتماع السابق. ما هي النتيجة؟ يعني ما حصيلة ما جرى من الاجتماع؟ أعتقد أن المزيد من الحصار في القرى السورية والبلدات، المزيد من الاعتقالات للمدنيين وخاصة النساء والأطفال الذين كنا نركز على ضرورة إطلاق سراحهم، المزيد من عدم دخول مساعدات، لا بل أكثر من ذلك. يعني هذا النظام الفاجر، يعني أنا أرى أنه يعني ربما يستهين بكل قرارات مجلس الأمن، حتى يستهين بالدول الكبرى، يعني بكيري ولافروف وغيرهم، عندما يبدل المساعدات الإنسانية باتجاه مضايا ليرسل لمضايا زجاجات من الماء وهو يعلم أن مضايا هي نبع الماء، أو يرسل الغوطة الشرقية منظفات وهو يعلم أنه هو بحاجة للمنظفات. يعني أعتقد أن ذلك 3 شهور مضت، ماذا قدم مؤتمر فيينا، وماذا قدم مؤتمر ميونخ، وماذا قدم مؤتمر باريس، وماذا قدم مؤتمر واشنطن أو نيويورك. يعني أنا أعتقد أننا قد شبعنا في سوريا من المؤتمرات، شبعنا من التصريحات، شبعنا حتى من القرارات. يعني أعتقد أن القرارات الدولية التي صدرت بحق سوريا هي قرارات تكاد تصل إلى حد 100، ولم نرى شيئا على هذا الأرض. ما نراه فقط هو عبارة عن
آلة القتل والدمار تنهال على الشعب السوري من العصابة الأسدية الموجودة في دمشق، ومن الإرهاب الإيراني والإرهاب إرهاب حزب الله، ومن الدولة التي تدعي أنها يعني حامل القانون أو تعمل على تأمين السلم والأمن الدوليين في مجلس الأمن، وهناك صمت من الدولة الثانية أيضا التي تعتبر حالها أنها تحمي الديمقراطية وتحمي الحريات وتحافظ أيضا على السلم والأمن الدوليين. ماذا نستفيد من تصريحات كيري ولا ماذا ننتظر حقيقة؟ بالأمس تماما منذ 3 أيام اتخذ مجلس الأمن قرارا غاية في الأهمية لحماية المشافي، واليوم نظام الفاجر بشار الأسد يدمر مشفى، وبالأمس الروس يدمرون مشفى. ماذا نستفيد إذن من هذه التصريحات الإعلامية؟ فقط عبارة عن تصريحات أمام الصحافة، تصريحات أمام الإعلام. هذه التصريحات الإعلامية الآن جاءت بعد اجتماع باريس، يعني جاء فيينا، المجتمع الدولي يتحول إلى فيينا. أنتم ألم تعولوا على هذا الاجتماع الأوروبي العربي الخليجي الذي حصل في باريس، والذي دعا واشنطن للضغط على روسيا حتى تتفادى المستنقع السوري وتدفع باتجاه الحل السياسي؟ كيري اليوم يقول بأنهم سيناقشون أو يستكملون مع الروس كل شيء، بداية من المدة نهاية بالانتقال السياسي. يا أختي، يعني نعم كنا نعول على الاجتماع في باريس، لكن حقيقة حضور الدور الأمريكي يعني كان أعطانا تشاؤم مباشرة، لن يكون هناك أي نتائج. نعول كثيرا على أشقائنا العرب، نعول على دور بسيط لأصدقائنا من أوروبا، ولكن لا نعول على دور أمريكي أو روسي بالتأكيد. يعني ما سمعناه من السيد ديمستورا خلال الجولات الثلاث أننا في كل يوم نقدم له مذكرة لوقف العنف، لتخفيف العنف، لوقف الغارات الروسية وغارات النظام الإرهابي والهجمات من حزب الله والإرهاب الإيراني على الشعب السوري، ويقول سوف نقول للولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط على روسيا، التي تضغط على بشار، الذي يضغط على القوات المتحالفة، الذي يضغط. وصلنا إلى المريخ وإلى الآن لم نرى ضغطا. الحقيقة ما نراه هو تساهلا وميوعة ويعني تمرير في الزمن، ليس أكثر من ذلك. يعني كفانا حقيقة هذه يعني التصريحات كما ذكرت لك الإعلام. ما نريده أن الشعب السوري يقتل منذ 5 سنوات على مرأى ومسمع من العالم الإسلامي والعربي والغربي والشرقي وكل العالم. ماذا فعلت المتحدة حيال الشعب السوري؟ الأمم المتحدة أصدرت قرارا دوليا عام 2013 اسمه القرار 2118 القاضي بتنفيذ انتقال سياسي لهيئة حكم انتقالي، تراجعت اليوم نتيجة ضغط من مجلس الأمن أو صهيوني حقيقة لتصل إلى القرار 2254 تقول انتقال إلى حكم ذي مصداقية. ننتظر أن يكون هناك قرار آخر، ربما انتظار إلى حكومة جزئية أو حكومة. يعني هذا ما صدر، يعني من المعيب حقيقة أن نتحدث بهذه اللهجة، ومجلس الأمن عاجز عن إدخال سلة غذائية واحدة، عاجز عن إطلاق سراح معتقل. بالأمس تماما يعني يتحدثون، أنا لا أريد أن أفشي أسرار يعني الجولات التي حصلت حول تبديل إيراني أو تبديل روسي أو تبديل إلى آخره، لكن ما جرى هذا حقيقة عندما نعول على مؤتمر باريس وتخرج النتائج عكس ما نشتهي، هل يمكن القول أن نعول على مؤتمر فيينا أو مؤتمر ميونخ أو مؤتمر موسكو؟ طالما ما زلنا في مرحلة الضغط على الروس، والروس يضغطون على بشار ولا أحد يستجيب. نعم الروس زادوا عدد طلعاتهم وبشار يزيد طلعات، واليوم الروس يزيدون عدد قواتهم في سوريا من أجل اقتحام حلب. ماذا فعلت الولايات المتحدة الأمريكية؟ بالأمس كيري يقول أننا نحذر الروس من الدخول في المستنقع السوري، إذن هو يعلم أن هناك هجوم على حلب ولذلك أشار بهذه الإشارة للروس. نعم دكتور بسام العمادي، استمعت إلى ما تفضل به العميد أسعد الزعبي، يعني لا أحد يستجيب أو يجيب ولا شيء يطبق. يعني منذ 3 أو 4 أيام كانت هناك اجتماعات في باريس لمجموعة الدعم من أجل سوريا، يعني ما الداعي بعد 3 أيام يتوجهون إلى فيينا؟ واليوم نعرف وسمعنا بأن هذه الاجتماعات الأوروبية العربية كانت تهدف لتمارس أمريكا الضغط على روسيا، ويقول جون كيري اليوم على روسيا أن تتفادى المستنقع السوري. يعني بقينا في نفس التصريحات وفي نفس السياق دون حل. أختي الكريمة، يعني كان اجتماع باريس في الحقيقة يهدف إلى تحضير الاتفاق بين العرب والأوروبيين ليأخذوا دورا ما في المستقبل، ولكن
كيري ولافروف استبقا هذا الاجتماع وأصدرا بيان اتفقوا فيه على المثابرة في تثبيت الهدنة وإلى آخره من الكلام الذي لا يغني ولا يسمن ولا يعني لا يغني عن جوع. الحقيقة بأن الأمريكان والروس متفق يعني في اتفاق واضح بينهما ما هو لا يعرف أحد، ولكن أمريكا لا تريد لأحد أن يدخل الآن أو يقدم أي شيء، وهي تمنع بكل قوة أي مساعدة عسكرية للمعارضة. ما تفضل به الأخ سيادة العميد صحيح 100%، ولكن الآن ماذا لدينا من البدائل؟ يجب أن نبحث عن البدائل. أولاً البديل العسكري لا شك بأنه هو البديل الوحيد القادر على فرض أي شيء على الدول الأخرى وعلى هذا النظام وعلى الروس وعلى الإيرانيين. رأينا كيف أن إيران تلوعت من الخسارة التي خسرتها في خانة أومان. فإذاً المسار العسكري هو الذي يؤثر على المسار السياسي. لذلك أنا أرى بأن الهيئة العليا للتفاوض وكل المعارضين يجب أن يتجهوا إلى الفصائل ويحاولوا بكل الجهود الممكنة أن يوحدوا كلمتهم وأن يوحدوا جهودهم وأن ينطلقوا بوفود إلى الدول الصديقة للحصول على تسليح حقيقي. يعني يكفي كلام من السعودية ومن تركيا وهم هما دولتان شقيقتان ونحترمهما، ولكن يكفي يعني سماع وطاعة للأمريكان، لأن النار وصلت إليهم ونراها يوميا سواء في تركيا أو السعودية أو دول الخليج الأخرى. يجب أن يكون هناك جهد دبلوماسي من هيئة التفاوض باتجاه هذه الدول لتفعيل المسار العسكري السوري من جهة الثوار، لأن بغير ذلك لن يكون هناك تغيير في السياسة التي تجري، وسيستمر هذا النفاق الدولي الأمريكي الروسي، وللأسف الدور الغير الفاعل أو غير القادر على الفعل سواء الأوروبي أو العربي والتركي. أعود إليك عميد أسعد زعبي، طبعا هذه هي الأسئلة الجوهرية تفضل بها السيد الدكتور بسام العمادي، يعني خاصة اليوم إذا فشل فيينا، تأجل جنيف إلى موعد غير مسمى، تأجل أكثر، ما البدائل؟ يعني أختي الكريمة، تحدث الدكتور بسام مشكورا، نعم هناك بدائل وبدائل كثيرة، لكنني هنا يجب أن أؤكد حقيقة أن الموقف السعودي أو الموقف الخليجي بشكل عام والموقف السعودي بشكل خاص لم يألو جهدا في دعم الفصائل وخصوصا في المجال العسكري. في المجال العسكري نعم الدعم مستمر والدعم متميز، وأعتقد أن الجميع بدأ يلمس حقيقة هذا التميز وهذا التنوع في الدعم، لكن أيضا لابد من الاعتراف يعني أن لدينا مشكلة، يعني عندما يكون هناك قتل في حلب ومع الأسف اشتباكات في الغوطة بين الإخوة إخوة التراب، عندما يكون هناك جبهات مشتعلة وجبهات أخرى غير مشتعلة أو نائمة، حقيقة شيء يؤلمنا يعني يعني شيء يدمي قلوبنا. نحن نتمنى أن تكون كل الجبهات واحدة، ولكن أيضا بالمقابل علينا حق كبير، يجب أن تكون هناك قيادة عسكرية على ذكر الجبهات والدعم. عميد أسعد الزعبي، يعني تصريح لوزير الخارجية السعودي سيد عادل الجبير يقول زودنا المعارضة السورية بأسلحة أكثر فتكا، هل نستطيع أن نعرف أكثر معلومات؟ نعم هناك أختي الكريمة تم تزويد بأسلحة جيدة وأسلحة بكمية جيدة، لكن يعني كما ذكرت قبل قليل الولايات المتحدة الأمريكية التي أخذت على عاتقها منذ بداية الثورة أن تشتت جهود الثوار وتحاول امتصاص هذه الثورة وإلغائها في لحظة من اللحظات، ربما لم تستطيع إلغائها لكنها في النهاية بعد أن استطاعت أن تعرف نقاط الضعف والقوة في هذه الثورة وتستطيع حقيقة أن تدرك كيفية يعني عدم حصول النصر لهذه الثورة، قامت بتسليم هذا الملف للروس الذين يعني يمارسون إرهاب أكثر من إرهاب إيران وأكثر من إرهاب بشار الأسد، بل يعني يصدرون إرهابا حقيقة يعني. ولذلك الآن يعني السيد كيري عندما يتحدث تماما على قضية الهدنة، الهدنة هي عبارة عن وسيلة أتى بها السيد كيري من أجل توفير مسرح عسكري ملائم للروس ومسرح عسكري ملائم للإيرانيين مقابل يعني الملف النووي، ومسرح مقابل لبشار الأسد مقابل الملف الكيميائي، لأنهما يخدمان مصالح إسرائيل تماما. لذلك عندما تحدث يعني عن سلاح سعودي أو دعم سعودي، نعم
في مقابل هذا عميد الزعبي، ما تفضلت به، أمريكا تدعي بأنها تدعم المعارضة السورية وتساندها، وهذا مؤخرا جاء في تصريح لمارك تونر النائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، طبعا في لقاء خاص مع أورينت نيوز، بأن الولايات المتحدة تحاول أن تساعد المعارضة في تحقيق أهدافها من خلال اتخاذ خطوات فعلية ضد نظام الأسد وإجبار رئيس النظام على الخضوع والتفاوض. وأضاف تونر أيضا أن النظام مستمر في الهجوم على المدنيين وهو أمر غير مقبول، وستستمر واشنطن بالضغط عليه. نتابع. نحن غير متأكدين تماما من الأمور، ولكننا نحاول التعرف إلى ما يحدث في الواقع مع مجموعات المعارضة السورية، ونحاول أن يتم ذلك مع روسيا ومع النظام السوري، حيث إنه لابد من التنسيق مع الجهتين. وما نحاول أن نقوم به خلال الأسابيع الأخيرة خاصة هذه الأيام هو إنشاء مجموعة جديدة لإتمام المهام التي نتجت عن مباحثات جنيف، كما نعمل مع روسيا على ذلك لأن لها تداخل كبيرا مع النظام، كما أن لديها خرائط تفصيلية عن الجماعات وأماكن انتشارها ومن يخطط للسيطرة على أي منطقة. ونحاول أن نساعد المعارضة في تحقيق أهدافها والعمل عليها سريعا، وإمكانية اتخاذ خطوات فعلية مع النظام وإيقاف هجمات غير مسموح بها وغير مقبولة أو معقولة، وضرورة إجبار النظام على الخضوع والتفاوض مع المعارضة السورية. فالنظام يستمر في قذف البراميل والهجوم على المدارس والمستشفيات، وهذه التصرفات غير مقبولة نهائيا. الروس قد وقعوا على هذه الاتفاقية، لكن النظام لا يلتزم بالهدنة، فهو مستمر في الهجوم على المدنيين وهو أمر غير مقبول، وسنستمر بالضغط على هذه القضية ونحاول أن نعيد المعارضة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات في محادثات جنيف. دكتور محمد الشرقاوي، أعود إليك. إذن واشنطن هي مصرة تدعي دائما بأنها تساعد المعارضة السورية، طيب هناك فيتو أمريكي على الأسلحة النوعية، مناطق آمنة ممنوعة محظورة من قبلها، يعني خرق كل الهدن والقصف على كل المناطق السورية وتحديدا المحررة، وخاصة مؤخرا ما حصل في حلب، يعني بالنهاية هي بماذا تساعد؟ كيف تساعد؟ أي قول إن الموقف الأمريكي انقلب من المعارضة هو قول غير دقيق وغير صحيح. ربما الأصح هو أن هناك يعني إعادة النظر ومراجعة لهذا الدعم الأمريكي للمعارضة السورية عبر السنوات الخمس، ولاحظنا أنه أن مثلا برنامج تدريب وتجهيز المعارضة السورية كان يحظى بالكثير من الدعم وربما تم تقليصه العام الماضي، فالمسألة لا زال هناك التزام أمريكي بهذا الدعم. أود أن أعود إلى ما تفضل به الأستاذ الزعبي قبل قليل، وأنا أتحدث من منطق تسوية النزاعات وليس من أي موقف سياسي. لا شك أنه يشعر بخيبة الأمل وربما الإحباط من الولايات المتحدة من مسلسل الدبلوماسية التي قدمتها الأمم المتحدة عاد الآن. أنا أتفهم ذلك، لكن في نفس الوقت أدعوه لكي نتساءل معا، هل هناك دروس مستفادة أو عبر توصلت إليها المعارضة السورية خلال السنوات الأربع الماضية منذ الاجتماع الأول في جنيف في شهر 6 عام 2012؟ وهل هناك الآن نوع من الرؤية النقدية، نظرا لأن هناك ربما ميزان يمكن أن تستفيد منه المعارضة السورية؟ أعتقد يعني يبدو من الواضح أن استخدام القوة ودخول إيران ودخول روسيا على الخط ربما عزز العمليات الميدانية لدى النظام، لكن في نفس الوقت هناك أيضا العملية الدبلوماسية. فسؤالي، هل ترى المعارضة السورية الآن آفاق جديدة لكسب مزيد من هذا الدعم، بمعنى الوقوف موقف دبلوماسي أقوى والانتقال بدل الاحتجاج وبدل فرض شروط معينة على الأمم المتحدة أو على واشنطن أو
يعني هو تحدث عن بدائل كثيرة للمعارضة وتحركات كثيرة للمعارضة. العميد أسعد زعبي منذ قليل، أشكرك دكتور محمد الشرقاوي، عذرا على المقاطعة انتهى وقتي. أستاذ تسوية النزاعات في جامعة جورج ميسن من واشنطن كنت معنا مباشرة. شكرا للدكتور بسام العمادي سفير الائتلاف في روما عبر سكايب من روما. وعميد زعبي أرجو أن تبقى معنا لمناقشة المحور الثاني الذي نتحدث فيه عن الوضع في حلب، ولكن بعد الفاصل.